أهلا بكم. نعى حزب الله إلى أمة المجاهدين والمقاومة رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين قائدا كبيرا وشهيدا عظيما على طريق القدس، بعدما ارتحل مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية شنها الاحتلال في عدوانه على لبنان. الشهيد السيد صفي الدين التحق بالشهيد الأسمى والأغلى السيد حسن نصر الله، فكان نعم الأخ المواسي لأخيه، إذ كان أخا للأمين العام الشهيد وعضده وحامل رايته ومحل ثقته ومعتمده في الشدائد والكفيل في المصاعب. مضى صالحا مديرا قائدا وشهيدا. إن ما يفعله الكيان الصهيوني من ارتكاب للمجازر واغتيال لقادة المقاومة لا يمثل في جوهره سوى محاولة يائسة للغاية كي يتخلص من حرب الاستنزاف الطويلة التي تشنها عليه المقاومة، والتي صارت تتسع وتحيط به من جهات متنوعة تدريجيا. وجاءت الضربة الصاروخية الإيرانية لتظهر بوضوح تام مدى عجزه وحتى عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن حمايته وتجنب المصير المحتوم الذي ينتظره. الذي يحصل في غزة اليوم هو مجازر متنقلة ومجازر ترتكب في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل آن. أعلن حزب الله استشهاد السيد هاشم صفي الدين الذي ارتقى شهيدا مع عدد من المقاومين في غارة صهيونية إجرامية شنها الاحتلال الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 3 أسابيع. كان بمثابة الأخ وحامل الراية لسيد الجنوب الشهيد أبا هادي ومحل ثقته ومعتمده بالشدائد، حتى ارتقى شهيدا بجوار سيد الشهداء الإمام الحسيني عليه السلام. طبعا الواقع مؤلم الحقيقة، بس الدماء تتطلب، الإسلام يتطلب الدماء، الأراضي تتطلب الدماء، وإحنا مثل ما يقولون نقدر نكتب صحيفة التاريخ بدماء الشهداء حتى نرسم الطريق إلى تحرير القدس إن شاء الله، وإنهاء هذا الكيان الغاصب. رحم الله الشهيد صفي الدين، ورحم الله الشهداء قاطبة وصفي الدين، طبعا رحمة الله على روحه. وظف نفسه وهيئ نفسه ووطن نفسه بالحقيقة، وكل الشهداء وطنوا نفسهم وحملوا أرواحهم على راح أكفهم لتحرير الإسلام وتحرير أراضي الإسلام المغتصبة من الغاصب المعتدي الصهيوني. رغم استشهاد قادة المقاومة واستهداف الأبرياء في لبنان، إلا إن صافرات الإنذار لا تزال تدوي في معظم المدن الصهيونية، ولا تزال صواريخ حزب الله تقصف تل أبيب وعسقلان وغيرها من مناطق الاحتلال. ويمكن القول ببساطة إن المقاومة منتصرة، وإن كل يوم يمر يحسب لها ويخصم من رصيد الكيان الصهيوني الغاصب. رغم استشهاد القادة بس تبقى دور المقاومة مستمر. ليش؟ لأن احنا نكافح من أجل قضية واحدة، وهي قضية مبدأ أنه فلسطين عربية وتبقى عربية مهما وجد من قدم لها تضحيات وجد من قدم لها شهداء. احنا عندنا هذا المبدأ لازم نحققه، تبقى فلسطين عربية ونحقق لها دولة مستقلة رغم الضربات الإسرائيلية والصهيونية والمساعدات الدول الأخرى على تحقيق هذا الهدف. بس لا، احنا نبقى انصامد، نبقى على صمودنا، نبقى نقاتل، نبقى ندافع عليها، لان هي قضيه مبدأ. الامام الحسين عليه السلام من استشهد ما انتهى الاسلام، بالعكس طور الاسلام، انتعش الاسلام، بقى ذكرى الاسلام، بقى طريق، بقى عبره. فالشهداء الله يرحمهم هم يبقون ومثل اعلى، بالعكس هم دافع للشباب ان يصيرون قاده. فما تنتهي المقاومة ما دام أكو حق أكو مطالب. قضى أكثر من نصف عمره الشريف قائدا ومجاهدا في مسيرة المقاومة بجانب رفيق الدرب السيد الشهيد حسن نصر الله، ولم يكن التشابه بين الشهيدين القائدين صفي الدين ونصر الله في الصوت والشكل فحسب،
حتى استهدافهما جاء متشابها. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في الاستوديو رئيس المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية دكتور عدنان السراج، مرحبا بحضرتك، وأيضا الخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني، مرحبا بحضرتك، حياك الله بجنابك، وعبر سكايب من بيروت رئيس رابطة الخبراء الأستاذ محسن صالح، مرحبا بجنابك. السلام ورحمة الله وعلى ضيوفك. أهلا بكم دكتور عدنان. أبدأ مع حضرتك، شلون نقدر نفسر استمرار الحرب، حرب حزب الله بهذه أو هذه الجبهة القوية الصعبة الصامدة، شلون نقدر نفسر استمرارها حتى اللحظة بهذه القوة رغم خسارة قياداتها؟ صحيح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز. شكرا جزيلا. ولضيفك العزيز من بيروت ولجمهورك الكريم. حقيقة عندما تكلم عن حزب الله نتكلم عن منظومة، وهذه المنظومة ضمن مشروع، وكلما يكون المشروع بحجم حزب الله، بحجم العقيدة اللي يؤمن بها، بحجم الفكرة اللي يؤمن بها، بحجم الاستعدادات وتفهمه وإيمانه بقضيته، بالتأكيد هذا الحزب ليس بالحزب السهل، وليس بالحزب الذي يمكن أن يحسب أفراده على أساس التحشيد وينتهي بانتهاء القائد وينتهي بانتهاء أي ضربة أخرى توجه له. مشروع المقاومة مشروع كبير، وهذا مشروع ليس جديد على الأمة الإسلامية وليس جديد على العرب بشكل عام. المقاومة للكيان الصهيوني بشكل عام في التاريخ الحديث من 48 إلى يومك هذا هي مقاومة مشروعة، مقاومة لجماهير عربية إسلامية تريد تحرير أرضها من مغتصب جاء من أصقاع الأرض ليشكل دولة. هذه الدويلة المغتصبة تمثل إرادة الغرب وثقافة الغرب في هذه المنطقة، وتمثل الصراع بين الأديان، صراع يعني المسلمين مع اليهودية ومع المسيحية، صراع آخر وصراع المكونات الشعبية التي تعيش في تلك المنطقة. فذلك خلق جو غير آمن لمسائل تتعلق بوضعية هذا الكيان المغتصب. لذلك المقاومة هي نتاج هذا الظلم الموجود، هذا يعني التدخل الغربي في ثقافتنا، في عقائدنا، في أمورنا. نبع شيء اسمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وظهر قائد هو الإمام الخميني رحمة الله عليه. الإمام القائد وضع خارطة الطريق، رسم الرؤى إلى مستقبل الأمة الإسلامية وصراعها مع أمريكا الشيطان الأكبر، وهذا الشعار رفع السيد الخميني رحمة الله عليه، وأيضا رفع فلسطين ورفع قضية فلسطين والقدس، وبالتالي أصبحت القضية واضحة عند جماهير حزب الله أنها تسير على هذا الخط. فذلك بني المشروع بهذا الأساس. المشروع عندما يبنى لا يبنى على أساس الأمور التي يمكن لا تحسب كل شيء، يحسب لها كل شيء. المشروع تقف وراء دول، تقف وراء منظمات، تقف وراء شخصيات، تقف وراء جمهور كبير. هؤلاء شخصوا الحالة التي يحتاجها هذا المشروع، واحدة منها وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. هنا نقطة القوة في حزب الله ونقطة القوة في المقاومة، أولا إيمانها بالله، تدريب عناصرها على حب الاستشهاد والقتال العنيف، وأيضا النصر والشهادة، وأيضا التسليح الكامل، التسليح الذي تناسب مع موازين القوى في المنطقة. تعرف إسرائيل تملك طائرات وتملك دعم غربي وقنابل وأشكال وأجناس من الأمور الأخرى، ومفتوح لها الأرصدة في العالم كلها. المقاومة لا تملك هذه الإمكانيات، ولكنها استطاعت أن تخلق موازين قوى في المنطقة. موازين القوى صنعتها جيوش المقاومة الرهيبة التي كانت تعتمد على الصواريخ طويلة المدى وبعيدة المدى والطائرات المسيرة والقتال المواجه، وهي الأمور الأخيرة يجوز الأستاذ عدنان أكثر فهما لهذه المعاني. لكن القوة أعدت والمشروع أعد، وهذا المشروع ترسخ وتجذر ليس في حزب الله فحسب، حتى في الأمة الإسلامية جميعا. صدقني الآن عندما أتكلم عن حدود معينة كما يصفونه منظمات هنا ومنظمات هناك، من المتضرر دكتور في حال استمرار هذه أمريكا الحرب؟ أمريكا بالدرجة الأولى، وإسرائيل. أمريكا بالدرجة الأخرى هي الخاسرة، إسرائيل هي الخاسرة، ليعلم الجميع إسرائيل هي الخاسرة بسبب واحد بسيط. إسرائيل لن تحقق أهدافها،
في أي حرب من الحروب لن تحقق أهدافها بشكل كامل. في حرب غزة قال سنحرر الرهان المحتزن، ولحد الآن لن تحرر أي مختطف. قالوا سنقضي على حماس، لكن يوم أمس كان هناك عمليات هجومية. وقالوا سنقضي على النشاطات كذا ونبعدهم عن الحدود، لن يبعدوهم مع أنه حطموها الغزة. ومع حزب الله مع لبنان قالوا نرجع المستعمرات الشمالية، الهدف من معركتنا لإرجاع المستوطنات الشمالية لأهلها. إلى حد هذه الدقيقة 320 ألف مستوطن يمثلون العصب الزراعي لإسرائيل، العصب الصناعي لإسرائيل، والدرع الحصين أو غلاف الحصين لإسرائيل في شمال فلسطين المحتلة لن يرجعوا. هل قضوا على حزب الله؟ أبدا. اليوم الالتحام المباشر، اليوم 5 من القتلى الإسرائيليين قتلوا اليوم، ويوميا هذا الاستنزاف. بالمقابل الصمت العربي الذي لا يخلق من المقاومة شيء، لا يخلق منها قوة، إنما يخلق من العدو قوة. بالضبط. ينشر بياناته وينشر إعلاناته ويوصفها وصفا دقيقا. يعني اليوم أنا أنظر إلى المحطات العربية التي لها العار والخزي أن تعرف توصيفات الجيش الإسرائيلي، توصيفاته بالدقة وتعيدها على نفس اللقطة، ترسل المساعدات الإنسانية إلى المستوطنين الصهاينة يعني قبل الدول العربية اللي تحتاجها، قبل لبنان وقبل فلسطين وقبل سوريا. أخي العزيز، اليوم المواطن اللي يعيش هذا الجو بالتأكيد أكو من يقف خلفه في هذا، لكن يحتاج إلى دعم معنوي، دعم سياسي، دعم عسكري، دعم مالي، وبالتالي تستطيع أن تقويه. الآن أنت معنويا لا تقف معه، ولكن مع ذلك تجد حزب الله فقد قياداته الرمزية والاستثنائية، ولكنه بقي صامدا ثابتا لحد هذه الدقيقة. يقال دخلت إسرائيل مناطق وقرى من شمال من جنوب لبنان، لكن صدقا لا يخرجون، لا يدخلون إلى منطقة نهار واحد دقيقة واحد ما يقوم بها. نعم هم يعني حطموا ودمروا، ولكنهم لن يستطيعوا أن يحتلوا شبرا واحدا. خلينا نناقش هذا الأمر عسكريا أستاذ عدنان. رغم خسارته لأبرز قياداته سيد حسن نصر الله، سيد هاشم صفي الدين، يوم نشوف حزب الله صامد رغم الإمكانيات المحدودة، إذا أريد نقارنها مثلا بجيش العدو والدعم الغربي الكامل سواء كان بالسلاح والمال والكثير من الأمور، لكن لا يزال حزب الله صامدا وجبهة قوية لم تنكسر حتى اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا جمهوركم الكريم، وحيا الله ضيفك الكريم أخي وأستاذي ومعلمي دكتور عدنان، وحيا الله ضيفك الكريم من بيروت. إذا تحدثنا عن حزب الله، وإذا تحدثنا عن مشروع المقاومة، وإذا تحدثنا وقلنا أن هنالك مدد للمقاومة وتيار وهلال أصبح هلالا يتلألأ بالسماء، وهو ما يسمى الهلال الشيعي، هلال المقاومة المتمثل بلبنان وفلسطين الآن وسوريا والعراق وجار إيران واليمن السعيد، هذا الهلال الذي أصبح شوكة فم العدو. فأعتقد يعني الآن نتباهى، ومن حقنا أن نتباهى، ولأول مرة بالتاريخ أنه يكون هذا الهلال قادر ومقتدر ولديه السلاح والدعم الدولي والدعم الإعلامي أيضا. ويعني هنالك بعض المعادلات تشير وتؤكد لنا أن الدول، بعض الدول من الدول الكبرى التي تدعم حكامها الكيان الصهيوني الآن شعوبها تؤيد القضية الفلسطينية. و بسط ما نتحدث عن فرنسا، فرنسا كان هناك مؤشر كبير على أن حكومة وشعبا وقيادة تؤيد الكيان الصهيوني. الآن الحكومة تدعم المشروع المقاومة، والشعب الفرنسي الآن يتظاهر مع المقاومة ومع الفلسطينيين ومع أبناء غزة ومع اللبنانيين ضد الكيان الصهيوني. في أمريكا تظاهرات ضد الكيان الصهيوني، في الكيان الصهيوني نفسه تظاهرات لليهود المعتدلين ضد حكومة النتن. لذلك نقول الآن هنالك حشد جماهيري، وهنالك رؤى بدأت توضح للعالم أجمع وللأحرار بالعالم أن هذا الكيان اللقيط الآن يعني يستبيح كل حقوق الإنسان، وبالتالي يقوم بالإبادة الجماعية لشعب فلسطين. فإذا موضوع لبنان وموضوع المقاومة هذا موضوع، لولا الدعم الأمريكي تحديدا والغربي كيف كانت لتكون المعادلة العسكرية اليوم؟ سعد محمد، اولا الكيان الصهيوني اللقيط هو مشروع امريكي، مو امريكا مشروع يدعم الكيان، وانما الكيان يدعم من قبل امريكا لغايات وجود الكيان في قلب الوطن العربي، يؤمن له سيطره على منطقه المياه الدافئه ومنابع الثروات، ويقوض النفوذ السوفيتي السابق والروسي الحالي. لذلك نقول الان لو تلاحظ انه العراق اللي كانت خاضعه ضمن المعادله بين
موازين القوى للاتحاد السوفيتي السابق. سوريا كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي السابق وتجارتها وتسليحها وجيوشها وتدريبنا ودوراتنا التدريبية للقيادات العسكرية في روسيا والدول الاشتراكية. كذلك أيضا مصر كانت أيضا مدعومة وتسليحها الشرقي يعتمد على الاتحاد السوفيتي السابق، وليبيا أيضا من ضمنها. الآن هذه الدول التي كانت مدعومة من قبل الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي اقتصاديا يقتات على هذه الدول الغنية بالنفط، الآن تحولت إلى جانب الأمريكي، إضافة إلى الأردن وإلى دول الخليج وحتى لبنان وهذه الدول. إذن هذا المشروع يدعم اقتصاد الأمريكي، وهنالك سوق رائجة للأمريكان، وهنالك أسلحة تباع بعشرات المليارات وهي إكسباير بالنسبة للأمريكان، تروج الآن في هذه الدول ومن ضمنها العربية السعودية التي تعاقدت من فترة ب 24 مليار دولار من أسلحة إكسباير أصلا منتهي. كذلك الإمارات العربية وقطر والبحرين والكويت وكذلك وقواعد أمريكية منتشرة بالمنطقة. لذلك الآن بدأت أمريكا تسيطر على منابع النفط، وأيضا أن هنالك بوادر تشير على أنه موازين القوى بدأت تنحصر وتخرج من الاتحاد السوفيتي روسيا الحالية وتنضم بكتلة جديدة روسيا الصين كوريا، وبدأ ينافسون الاقتصاد الأمريكي ويتفوقون عنده. لذلك هي الحرب حرب اقتصادية، وأمريكا تدعم هذا المشروع. الآن نحن معنا روسيا بالمباشر، وحينما دخلت روسيا لتدعم المقاومة، وطبعا مصلحة روسيا هم مو سواد عيوننا، لكنه احنا من حقنا نستفيد من كل هذه الثغرات. الآن روسيا تدعم مشروع المقاومة بتسليح وتكنولوجيا ومعلومات استخباراتية وقدرات ذهنية ربما كانت تفوق قدراتنا التي كنا نعتمد على أسلحة لا تستطيع أن تتماشى مع التسليح الصهيوني. لذلك أول ضربة وجهت إلى الكيان الصهيوني. تتوقع الدعم الروسي يتصاعد في حال تصاعد غير موازين الحرب؟ يعني الآن تلاحظ المسيرات العراقية والمقاومة بصورة عامة الآن تستطيع أن تصيب أهدافها داخل الكيان الصهيوني دون أن تتأثر بمنظومات الدفاع الجوي. 180 صاروخ أطلق من جاره إيران باتجاه الكيان الصهيوني، لم تستطع منظومات الدفاع من اعتراضه. يعني هنالك صواريخ تعرف جهة قيمتها 15 مرة ضعف سرعة الصوت. يعني حتى منظومة الدفاع الأرضية تكشف الرادارات، لكنه الصواريخ الاعتراضية ما تقدر تصيبه، ما تستطيع اللحاق منه. والصاروخ الفرد الصوتي اللي طلق من اليمن كان أول تجربة 5 أضعاف سرعة الصوت. صواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي بما يسمى القبة الحديدية وحتى منظومة مقلاع داود أطلقت باتجاهها لم تستطع من اللحاق به وأصاب الهدف بدقة. بعدها، وهذا كان اختبار يعني، بعدها أطلق 180 صاروخ. كذلك منظومة الدفاع الجوي التي نصبت عند جارة إيران، وهذا ما أجل العدوان الصهيوني والرد الصهيوني على جارة إيران، لأنه تم تنصيب منظومة للدفاع الجوي اللي هي S-400 FLC، وهذه المنظومة تستطيع أن تجعل من F-35 اللي يتفاخرون بها كأنها لعب نارية بالجو، والF-15 والF-16 تسقطها بسلاسة وسهولة تامة. لكن اسمح لي أنا أتحدث بموضوع مهم، والحقيقة هذا رسالة أوصلها لساسة العراق ولقيادين العراق ولقيادين المقاومة وكل الخيرين بالعراق. أقول ما نلاحظه الآن في جنوب لبنان وفي فلسطينيين من قتل ودمار واستهداف للمدنيين الآمنين والبنى التحتية، المشروع سيصل إلى العراق، وعلى الحكومة العراقية أن تنتبه لأنها تعي تماما أن هذا المشروع سيصل العراق، وسيكون هنالك سيناريو ومسلسل للقيادات العراقية. لذلك أقول على العراقيون حفاظا على حياة العراقيون، حفاظا على حياة السياسيون، حفاظا على حياة القادة اللي موجودين، الآن يجب أن نشرع بشراء منظومة للدفاع الجوي تؤمن، لأن الآن السلاح اللي قاتل بالكيان الصهيوني فقط الجو، بالأرض مكشوف ما يستطيع من مجابهة المقاومة. العراقيين استشعروا بهذا الخطر، والدليل اليوم تصريح السيد رئيس الوزراء، يعني قال لم يكن بالمسلم قرار الحرب والسلم تقرره الدولة، وأي أحد يخرج عن هذا الأمر راح نواجهه. إحنا بيش يواجهه؟ بالطابوق؟
لا لا يتحدث عن الداخل العراقي. احنا مو الموضوع الداخل اخي سيد محمد، هذا تبنيد للداخل، هذا هدم للداخل. احنا نريد الخيرين كلهم يضغطون على الحكومه الان لشراء منظومه دفاع جوي. هذا تصريح واضح أخي، يقول كل من يقول ذلك سيكون بمواجهه الدوله التي تستند الى قوه الدستور والقانون في تنفيذ واجباته. انا اتحدث لك الان، لبنان ايضا دوله مثل ما موجود بالعراق، وهنالك مشاكل داخليه وهنالك مكونات مختلطه، والان الجنوب اللبناني مستباح. شو سوت الحكومة اللبنانية؟ ونفس الشيء راح يصير عندنا هنا، تصريحات رنانة تشيل القوى الوطنية، هذا ما مسموح به. الآن يتعاقدون على منظومة دفاع جوي كورية ما تستطيع من إسقاط مسيرة بألف دينار بألف دولار إسرائيلية. منظومة فاشلة، منظومة دفاع جوي. جيد، إذا لهذا مهيئة لأهداف جوية سهلة. الآن الكيان الصهيوني يمتلك الاف 16 والاف 15 والاف 35، لا تستطيع مقاتلاتنا من مجاراتها. اولا عندنا كم طياره بالجو، ما تستطيع من مجارات ذني حتى يسوون تقاطع وياهن. ولا عندنا موضوع على استاذ محسن، اسمح لي ارجع انطق موضوع ضروري، بس اسمح لي في جزئيات قليله. وايضا منظومه الدفاع الجوي الان ربما تستطيع ان تكشف الخرق، لكن ما تستطيع تعالجه. ما عندنا صواريخ اعتراضيه تقدر تسقط هذه الطائرات. فانت شلون اليوم شلون تسمح الان الكيان الصهيوني يقاتل بسلاح الجو، ما يقاتل بالدروع، اهدافه تستهدف من الجو. والان العراق ايضا لا وجود لحدود مشتركه، فايضا سيكون الاستهداف من خلال الجو بالمسيرات والصواريخ والمقاتلات. لذلك يجب ان نؤمن سماء العراق بمنظومه للدفاع الجوي حتى تحمي حدود العراق وسماء العراق من الخروقات الصهيونية الأمريكية، وهذا ما نتمناه. رجائي هذا طبعا لرئاسة الوزراء، لدولة رئيس الوزراء، ولكل القوى الوطنية العراقية. لا سيأتي يوم ربما سنندم كثيرا. ومن تشتريها وبأي أموال تشتريها؟ مثل ما اشترتها إيران. لا 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 باوع أحكي لك، خلي أنا أتبنى الموضوع. من مثل ما اشترتها إيران، عبرت إلى جارة إيران من قبل الحدود الروسية ونصبت في إيران تنصيب وتدريب في آن واحد. والآن ممكن أن تأتي إلينا عبر الحدود الإيرانية للحدود العراقية تنصيب أيضا، على الأقل نحمي أهداف حيوية. هسه ما نقدر نحمي حدود العراق كلها، لأنه الحدود العراق من بغداد شمالا باتجاه البصرة لا تشكل خطر على الكيان الصهيوني ولن تكون مستهدفة. سيكون الاستهداف من بغداد جنوبا، بغداد، كربلاء، النجف، واسط، ميسان، ذقر، هذه المحافظات. اي هسه من تحكي يقول لك احنا منظومات دفاعيه، ايش عندنا؟ مفاعل نوويه نحميها ونجيب لها؟ اخي بشر، البشر قيمته اعلى من المفاعل النووي، قيمته اعلى شيء. البشر لا يقيم، البشر لا يقيم، والدماء يجب ان تحترم، والحكومه يجب ان تكون بقدر المسؤوليه للمحافظه على امن وسلامه المواطن حاليا وفي الرؤى المستقبليه. الان الحكومات مو فقط خطط للحالي، احنا ما نتعامل بردود الافعال الانفعاليه، يجب ان يكون هنالك تخطيط استراتيجي ورؤى مستقبليه، ونحدد من هو العدو وما هي غاياته وما هي نواياه، وبالتالي نضع الدفاعات على اساس نوايا العدو وان كانت احتماليه في الكيان الصهيوني. اذا من هذا الجانب اليوم صرح رئيس الوزراء او قال صرح. من هذا الجانب قال خلونا اخذ التصريحات ما توكل عمي يا اخي. يقول لك انت ليش تدخلني بصراحه، انا بعيد عنه بغنى عنه. ما ندخل عمي، انا ما جاي اضربهم ولا جاي اخصفهم، انا جاي اشتري منظومه للدفاع الجوي تحميني. هسه ما لازم، ما راح تخصفني باسرائيل، بس اشتري منظومه للدفاع الجوي تحميني، احمي نفسي بالدفاع الجوي. الاكل عمي ما يجي بالشم، واحد جوعان مو يوقف يومه بالتكة يشتم حتى يشبع. تاخر على استاذ محسن، بالتالي احنا التصريحات ما تفيدنا. ارجع لك وناقشها بالتفصيل. والله استاذ محسن اعتذر عن التاخير على حضرتك. اسالك ما سر صمود جبهة لبنان؟ هذه العزيمة وهذه القوة والصمود رغم فقدان لقادته. وايضا اسالك اليوم عن بيان المرشد الاعلى السيد علي الخامنئي بعد نعية للشهيد السيد هاشم صفي الدين، ركز على الأطماع الصهيونية والتوسع تحديدا داخل لبنان. شنو الرسالة اللي أراد أن يوصلها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى ضيفيك وعلى المشاهدين الكرام في العراق وفي كل المنطقة الذين يشاهدون هذا البرنامج ويشاهدون هذه القناة الغراء. أعزي من كل قلبي طبعا وعقلي وعاطفتي الأمة الإسلامية، سماحة السيد القائد، كل مراجع العظام، الأمة العربية والإسلامية، أحرار العالم،
باستشهاد القائد العظيم طبعا سيد المقاومة سماحة السيد المقدس السيد حسن نصر الله، وطبعا رفيقه ورئيس المجلس التنفيذي لحزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليهما، حيث كانا يقودان حزبا ومقاومة شرفت الأمة وكل أحرار العالم. هذان القائدان مثلا عقل وفكر وقلب الجماهير العربية والإسلامية وخاصة في لبنان، حيث أصبحت المقاومة منارة التحرير والحرية في هذه المنطقة والعالم. وأيضا أصبحت بالنسبة لمحور المقاومة الشعلة المتقدمة التي تكبد العدو الخسائر الفادحة وترعبه، وطبعا يخشاها، وطبعا أيضا يتمنى أن يكون قادر في لحظة من اللحظات على أن يكسر هذه الجبهة في لبنان، وهو حاول ذلك خاصة عام 2006 ومنذ البدايات. هذا الكيان الغاصب هو طليعة العقل الإمبريالي والعقل الغربي والعقل الأمريكي، هذا هو عصارة هذا الفكر الاستعماري الاستكباري المستغل المهيمن المستكبر بكل الأبعاد، الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية والعقائدية والاجتماعية وأيضا الميدانية. وبالتالي هذا العدو يعني في ظل هذه الهمجية والوحشية التي حصلت في فلسطين وفي المنطقة في العراق وفي أفغانستان وفي كل المناطق، كان على اللبنانيين وعلى أهل فلسطين أيضا أن يدافعوا عن أنفسهم في مواجهة هذا الوحش. فكانت حركات المقاومة التي طبعا تجذرت بوجود هذين القائدين وبقيادة طبعا أفكار القائد المقدس الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وطبعا بقيادة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله الوارف. الآن المقاومة في لبنان تجذرت بهذه القوة الحكيمة والشجاعة لقيادة سماحة السيد، أيضا بهذا الاغتيال الذي قاموا الاغتيال الجبان الذي قاموا به نتيجة لتقدم الأدوات والتخطيط والاستخبارات والتجسس. وطبعا نتحدث عن جبهة واسعة كانت تعمل ضد فرد ضد قائد، صحيح كانت تعمل كل ضد كل المنطقة، ولكنها كانت تعطي من الأوقات ومن الأسلحة ومن الجوسسة ومن كل ما يمكن أن يساعدهم على هذه المقاومة في لبنان، لأنها فعليا أرهقتهم وغيرت الشرق الأوسط الأمريكي عام 2006 إلى شرق أوسط مقاوم فكان محور المقاومة فعلا. هذه المقاومة عزيزي التي انتقلت من مرحلة خلينا نقول هو في الحالين دفاع، ولكن من مرحلة الإسناد إلى مرحلة الدخول في المعركة مع غزة المظلومة ومع غزة الجريحة، مع غزة التي كانت تتلقى ضربات على مرأى ومسمع من الدول العربية وعلى مرأى ومسمع من الجامعة العربية، الشعوب العربية في العراق وفي اليمن وفي فلسطين طبعا وفي لبنان وفي سوريا قلوبها وجماعاتها المقاومة منها كانت تحاول أن تساعد بما يمكن للمساندة في هذه المعركة. الجبهة في لبنان كانت تكبد هذا العدو بشكل دائم الخسائر الكبيرة، فكان هناك مؤامرة كبرى وأنا دقيق فيما أقول أنه يجب الذهاب إلى لبنان، فذهبوا من غزة وأتوا بخمس فرق من الناقورة إلى العرقوب، والذي يعرف المنطقة أن هذه الخمس فرق وكل فرقة ثلاثة ألوية يعني أكثر من 70,000 جندي موجودة على حدود تقل على عن 100 كيلومتر، معنى ذلك أنه لو نصبت كل جندي في كل متر من هذه الأرض لكانت
تتسع لهؤلاء، وربما تزيد يزيد عدد الجنود عن هذه المساحة. أستاذ محسن، ما هي الأسباب الرئيسية للانتقال من جبهة عزيزي؟ ما هي الأسباب الرئيسية للانتقال من جبهة غزة إلى لبنان؟ هل هو فشل الكيان وجيش الكيان في مع غزة في جبهة غزة، أم هناك أمور أخرى أبعد من ذلك؟ عزيزي، فشل في جبهة غزة نتيجة لهذا التعاون الوثيق وأقول الوثيق بين المقاومة وجبهة وفصائلها في غزة وفي الضفة الغربية وأيضا في لبنان، إضافة إلى القوة القتالية التي كانت تكبد هذا العدو، مزيد من التهجير ليس فقط من الجنوب على حدود القطاع على حدود قطاع غزة، وإنما في شمال فلسطين، حيث أصبح لديه يعني فائض من النازحين من المهجرين نتيجة لوجود المقاومة في لبنان. هذا أولا. ثانيا، الخسائر التي كان يتكبدها، يعني لم يأتي بقوة إلا وكانت تضرب، كل الأمكنة التجسسية ومكنات التجسس والكاميرات وهذه الأعمدة التي كان ينصبها كانت تضرب، وحتى كان يأتي بجرافات ليضع عليها كاميرات كانت تضرب. المقاومة في لبنان فعليا أدت بهذا العدو إلى هزيمة خلال مدة سنة، تدخلت المقاومة وبقوة، وكانت فعليا ليس فقط إسناد، كانت تساهم بأن تكبد هذا العدو خسائر قوية في الجيش، في يعني في الرجال وفي العتاد وفي الدبابات وفي كل شيء، إضافة إلى مراكزه التجسسية والمصانع وما إلى هنالك، وخاصة التصريحات التي كانت تصدر عن المستوطنين في شمال فلسطين. نتحدث عن مقاومة كاملة القوة والقدرة، أثبتت من خلال تجربة امتدت من عام 1982 إلى عام 24 أنها عصية على أولا الاستهداف السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وسفارتها في بيروت، وثانيا من القوى أو بعض القوى العربية واللبنانية التي تدعمها، وثالثا حتى من هذا الكيان الغاصب على اختراقات. ولذلك جهزوا لهذه المقاومة في لبنان أكثر مما جهزوا للمقاومة في فلسطين، والدليل على ذلك أنهم في لبنان هنا صنعوا ما يمكن أن يؤدي إلى اختراقات كبرى في بعض المناطق في لبنان وخاصة في الضاحية، ولذلك هم استطاعوا من خلال طبعا التجسس الإقليمي والدولي البريطاني الفرنسي العربي بعض العربي كل المخابرات العربية وطبعا المخابرات الأمريكية التي تشرف على أجهزة كثيرة في المنطقة وتحديدا في لبنان، وأجهزة التنصت وأجهزة التجسس والتحسس وكل هذه الأدوات التي استخدمت ضد المقاومة الإسلامية في لبنان. الآن أرعبتهم المقاومة الإسلامية في لبنان؟ نعم أرعبتهم، وهي الجبهة بالأمس تحدث قال منذ أسبوع قال خلاص نحن الجبهة الأساسية بالنسبة لنا الشمال يعني جنوب لبنان، ومعنى ذلك بالأمس كما صرح أنه نحن صفينا المقاومة وخلاص. ولكن أقول هنا وبكل دقة ووضوح وليعلم العالم أن هذه المقاومة استطاعت خلال فترة شهر ونيف أن تمنع هذا العدو من الدخول والتحصن في أي بلدة من بلدات الجنوب. يعني أنا أعطي مثلا في اللبونة، يعني بين الحدود وبلدة الناقورة، هذا في غرب في القطاع الغربي يعني قريبة من البحر جدا، وهناك قاعدة لليونيفيل، حاول العدو الإسرائيلي الدخول واحتلال الناقورة ليقطع الطريق طبعا على المنطقة الوسطى وما إلى هنالك، ولكنه فشل رغم أنه قام بمئة غارة في الليلة، وصباحا أراد أن يدخل بدباباته فدمرت هذه الدبابات. هلأ الشباب كيف يخرجون من الأرض؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى أعلم، وهم في الجبهة. أيضا في مثلث راميا عيد الشعب القوزح حاول الدخول ولكنه دمر أيضا هناك، وبالتالي أنا أقول للإخوة لبعض الإخوة الذين يستمعون أنه قتل 5 جنود صهاينة، يعني معنى ذلك أنه يجب أن تضرب الرقم 10، لأن العدو الصهيوني لا يعترف
بأعداد القتلى والجرحى لديه. إذا يعني إذا تسمح لي إذا تسمح لي ينقلون إلى مستشفى حيفا، مستشفى رامبام أو مستشفى صفد، ينقلون هنا 27 وهون 25 وشوي بيطلع منهم القتلى 5 قتلى، يا أخي مش معقول. ويقولون أن المعركة دارت بينهم من مسافة صفر، يعني مسافة صفر يعني قاتلة، يعني مش أنه بينجح هذا. أستاذ محسن إذا تسمح لي، مسافة صفر الذي يحارب من مسافة صفر معنى ذلك قتل، إما من هذا الجانب وإما من ذاك الجانب. إذا تسمح لي، إذا تسمح لي أستاذ محسن عزيزي، بدك تعطيني وقت عزيزي كما أعطيت للزملاء الموجودين عندك. الوقت يعني رجاء أنت أعطيتهم 12 دقيقة. لا لا، 10 دقائق نسيان المقدمة، لا تحسب المقدمة والتقرير. من هنا أقول عزيزي أن المقاومة في لبنان شكلت جبهة بذاتها، طبعا بالإضافة إلى المساندة، شكلت جبهة بذاتها. وأنا أقول بكل وضوح وصراحة أن جبهة لبنان لا زالت على الرغم من كل الضغط الغربي والضغط الأمريكي، يأتي هوكشتاين وتأتي السفيرة الأمريكية ويأتي غيره من السفراء الأمريكان ويأتي وزير الخارجية الفرنسي من أجل أن يقول لبنان يجب أن تستسلم، وكذا بعد استشهاد القادة الشهداء الذين رسموا بدمائهم معالم العقل والروح للمقاومين في جنوب لبنان، والذين يتمسكون بهذا الإرث وهذا الصوت لبيك يا نصر الله في قلب المعركة يرعبون الصهاينة ويرعبون من هم وراء هؤلاء الصهاينة. أحسنت. من هنا يأتي الغرب بكل إعلامه وبكل اقتصاده وبكل ضغطه وبكل وسائل التواصل الاجتماعي وببعض عملائه يحاول أن يضغط على المقاومة، ولكن المقاومة في الجنوب للآن في هذه الساعات يصمد المقاومون في كل الخنادق وفي كل التلال والجبال، وهذه المعركة برأيي هي التي ستحسن معالم الشرق الأوسط. جيد، الآن تسمح لي وليس أستاذ محسن، صارت صارت 13 دقيقة انطيتك، الآن تسمح لي، وليس أحد من هؤلاء المعتدين المحتلين الغزاة الأشرار الذين يقومون بكل هذه المجازر. نحن في معركة دفاع عن النفس، دفاع عن الوجود في الأرض وفي الثقافة وفي الاقتصاد وفي العقيدة وفي كل شيء. هم لا يخوضون حربا فقط اقتصادية، هم يخوضون حرب على مستوى متعدد الأبعاد، يحاولون أن يطالوا كل شيء فينا، كل شيء من شجر وبشر وحجر ومستشفيات وهيئة إسعاف صحي وكل ما يمكن. جاوزنا على وقت. في لبنان يقومون كما قاموا في غزة، يقتلون يا أخي، إذا تسمح لي. يا أخي يضربون كل الأبنية بالنهار الواحد، هناك أكثر من 100 غارة، يعني من ولبنان هذا؟ لبنان على صغره، والمقاومة صامدة في الجنوب وستلقنهم درسا، إن شاء الله إن شاء الله. إذا تسمح لي، ولن يستطيعوا أن يدخلوا. إذا تسمح لي دكتور، أعود لحضرتك، فتح الجبهات وتأثير المقاومة وتعدد الجبهات مهم جدا على تغيير المعادلة العسكرية بالمنطقة، وكان للمقاومة يعني العراقية دور واضح، والمقاومة اليمنية دور واضح، والجبهة الإيرانية والكثير من الجبهات، جبهات المقاومة. اليوم أريد أسألك عن التصريح الحكومي على ما يبدو أن الإطار التنسيقي وقادة الإطار التنسيقي في العراق ربما قد أعطوا الضوء الأخضر للسيد رئيس الوزراء، أو ربما الأمر يختلف، ربما على الجانب الرسمي يصرح السيد رئيس الوزراء بشيء رسمي، وبالطريق الغير رسمي ستكون أريحية ربما وعدم محاسبة للمقاومة العراقية باستمرار ضرباتها على الكيان الغاصب. سيدي العزيز، بالنسبة للعراق، الدولة اللي يمثلها مثل حكومة السيد محمد الشعب السوداني، وهي دولة مخولة بالتعبير عن الواقع العراقي السياسي والأمني وكل شيء، وهذا مفهوم الدولة. نحن دولة في العراق، ليس نحن يعني مجموعة من القوميات أو المذاهب، أو احنا دولة، وهذه الدولة اسمها جمهورية العراق. جيد. وبالتالي هذه الحكومة هي حكومة منتخبة، والذي انتخبها هو الإطار أو الذي يرشحها هو الإطار التنسيقي. دكتور، واضح جدا، أنا أريد تفسير أنه اليوم رئيس الوزراء يجتمع برؤساء العشائر وشيوخ العشائر ويقول قرار الحرب والسلم تقرره الدولة، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة. احنا خلينا نتكلم عن منطق الدولة، منطق العراق. العراق
في بداية المعركة في معركة غزة سيد محمد شاه السوداني ذهب إلى القاهرة في مؤتمر القمة، وذهب إلى عمان في مؤتمر دعم للقضية الفلسطينية إغاثة الشعب الفلسطيني، وأيضا ذهب إلى مجلس الأمن وتكلم مع كل دول العالم وخاطب مجلس التضامن الإسلامي بالنص وخاطب الإيرانيين وخاطب الجميع بأن المنطقة مقبلة على صراع طويل، وهذا الصراع الطويل ستعم الفوضى في كل مكان، فعلينا أن نسحب فتيل الأزمة ونمنع هذه ننمع العدوان الصهيوني من الاستمرار في يعني عدوان على فلسطين ولبنان. هذا يعني هذا هدف الحكومة العراقية. الآن نتكلم عن إمكانية العراق في الرد، إمكانية العراق في المساهمة. العراق تقرره دولة، تقرره الحكومة في الحرب والسلم، وبالتالي عنده مجلس تشريع وعنده مجلس نوابي وتقرر الحالات. يتكلم أستاذ عدنان توسع الحرب، إذا توسعت الحرب وهذا ما يخشاه العراق هذا القرار اسمح لي، يعني إذا توسعت الحرب وهذا ما يخشاه العراق، نعم. اليوم إسرائيل المحتلة الصهاينة يسعون إلى أن يشعل الحرب بضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإنهاء نظامه، وبالتالي هذا المنطوق الذي تسعى إليه إسرائيل بإقحام أمريكا والغرب في هذا المشروع هم في اعتقادهم سينهون مسألة حزب الله في جنوب لبنان وسينهون المقاومة في أماكن أخرى وبالتالي في غزة، وعليهم أن يذهبوا إلى إيران بمعنى إشعال المنطقة، وإشعال المنطقة مثل ما يقول الأستاذ عدنان سيكون العراق جزء من هذه المعركة، وهذه ما شخصتها الحكومة والقوى السياسية جميعا بما فيها الإطار التنسيقي، هذا أمر مفروغ منه. كيف سيكون موقف العراق؟ بالتأكيد العراق سيعم الفوضى، العراق سيكون جزء من هذه المعركة الكبرى إذا حصلت لا سامح الله بهذا. نصف قادة الإطار التنسيقي يرفعوا راية المقاومة اليوم، معقول هذا القرار يكون قرار سيد رئيس الوزراء لوحده؟ الإطار التنسيقي قبل حوالي 3 أيام اجتمع وقرر أنه هو يقف مع السيد رئيس الوزراء في قراراته، مؤتمر العقد يوم الخميس الماضي، مو هذا الخميس اتخذ قرار الإطار التنسيقي أنه يقف مع حكومة السيد محمد الشيوعي السوداني في مسائل تتعلق بالعدوان على لبنان وفلسطين، وهذا موقف الإطار الرسمي وليس موقف الإطار الرسمي حتى موقف الائتلاف ذات الدولة. لكن نتكلم عن معنى المنطقة، هل العراق هو ليس جزء من الاستهداف الإسرائيلي؟ نعم هو جزء من الاستهداف الإسرائيلي، لكن كيف يمكن المنطقة تتدارك هذا الوضع اللي الآن مأزوم بما فيها جميع الدول، حتى بما فيها لبنان، بما فيها إيران، بما فيها كل الدول الآن تسعى إلى تطويق الأزمة وعدم توسعها، لأنه توسع المعركة يعني الفوضى في المنطقة، يعني وصول حرب إقليمية، والحرب الإقليمية شو معناها؟ معناها المناطق النفط ستشتعل جميعا، وبالتالي ستكون هناك حرب دولية وتنتقل إلى حرب عالمية. هذه الأمور يجب أن نتداركها، لكن إذا كان فرض الإسرائيلي تفرض المعركة على العراق فالعراق بالتأكيد يعني لا يستطيع أحد أن يقف أمام العراقيين في مسألة مواجهة الكيان الصهيوني إذا اعتدى على العراق بالطريقة. الآن العراق يقف بكل قوة مع أهل فلسطين، مع أهل لبنان، يخفف آلامهم، يساعدهم إعلاميا، سياسيا، إغاثة جي. وكل الأمور العراق المرجعية قامت بذلك، القوى السياسية قامت بذلك، الحكومة العراقية قامت بذلك، كل الشعب العراقي يقوم بإسعاف الشعب اللبناني وأيضا استضافتهم في العراق وأيضا دعم القضية الفلسطينية بالمواد الغذائية بالمساعدات جي. بالفرق دكتور الصحية دكتور عندي باقي لي دقائق قليلة، خلي أستاذ عدنان، هل يريد الكيان الصهيوني إسرائيل جر العراق إلى ساحة الحرب؟ أسألك الموقف هل اتخذه رئيس الوزراء لوحده أم هناك دعم من قبل الإطار التنسيقي؟ نصف أو ربما أكثر من نصف أو أقل من قادة الإطار التنسيقي يرفعوا راية المقاومة، شنو الموقف الضباب اليوم راح نشوف الحكومة تقف بوجه المقاومة إذا ضربت من داخل العراق الكيان الغاصب أم لا؟ شوف عشيلك، أولا دولة رئيس الوزراء هو جزء من الإطار وجزء من المقاومة، والمقاومة هي أيضا يمثلها دولة رئيس الوزراء في الجانب السياسي، لذلك الخطوات السياسية اللي يقوم بها الوزراء هي بالتباحث والتداول مع المقاومة العراقية، والمسائل محمودة طبعا ومشكورة. يعني احنا نبحث الآن عن السلم لا نبحث عن الحرب، لكن أحيانا قوم منظومتك الدفاعية هي جزء من السلم ومن الحرب. أنا من أتحدث أقول أنه نقوم منظومتنا الدفاعية، وهنا نتحدث عن الدفاع الجوي، أنا نتحدث عن منظومة دفاعية مو منظومة هجومية، الدفاع الجوي منظومة دفاعية، لأن حتى نحصن قياداتنا الحيوية وأيضا قياداتنا ومجتمعنا العراقي. أقول أنه ما يحدث الآن في لبنان وما يحدث في فلسطين، السلاح المستخدم هو الجو من خلال الطيران ومن خلال الصواريخ
تهتك الأعراض وتهدم الأبنية ويقتل كبار السن والأطفال على حد سواء. احنا حتى ما نشوف هذا المشهد في بلدنا حتى ما نشوفه، فعلى الأقل نقوم منظومة الدفاع الجوي حتى نحجم العدوان من السماء على أرضنا وعلى بلدنا وعلى مدننا الآمنة. هذا ما تحدث عنه. أقول أنه الحكومة يجب أن تسعى لتأمين منظومة للدفاع الجوي حقيقية، مو مثل المنظومة الكورية المتهالكة برغبات أمريكية حتى ما تأثر على الطيران الأمريكي ولا على التسليح الأمريكي. لذلك سمحوا لنا باستيراد منظومة كورية للدفاع الجوي، ومثل ما قال ضر رماد في العيون حتى الطائرات الكورية. سياستك ذاهبة بهذا الاتجاه، بعد يقول لك ماكو خوف عليك، شو من وين خايف اليوم حتى تحصل من نفسك؟ يقول ماكو خوف علينا؟ من يقول؟ شلون يعني ماكو خوف علينا؟ منتكانا والأمريكان موجودين بأرض العراق، وداعش الإرهاب اجتاح الأراضي العراقية. قالوا احنا طلعنا رسميا بموجب الاتفاقية الأمنية سوفو، لكنه دخلونا داعش وهم موجودين مستشارين ومقراتهم. وقاتلنا داعش الإرهابي والسيد المالكي في حينها على رسميا يقول ترجيتهم، توسلت لهم على طائرات اثنين فقط F-16 واحنا متعاقدين على 20 طائرة. قلتهم انطوني من المستخدم واستقطعوها من الجديد. ما قبلوا جهزونا بطائرات F-16 بشكل دفعات منقوصة القدرة القتالية. جيد، يعني ما توازي. بعشر ثواني راح نشوف موقف حكومي صارم ضد المقاومة في حال لجأت إلى الأمور العسكرية بضرب إسرائيل من الأراضي العراقية أم لا؟ هذا الأمر إعلامي أو لا؟ هذا مو راح أحكي لك إياها حقيقة. أولا أنا أثق بالحكومة مثل ما المقاومة تثق بالحكومة، ومثل ما الإطار يثق بالحكومة، ومثل ما الشعب العراقي يثق بالحكومة. لذلك أقول كل ما هو من أجل العراق وخير العراق ستقوم به الحكومة، وهذا ما نتمناه طبعا. جيد أستاذ محسن، عندنا دقيقتين أو أقل من دقيقتين، دقيقة ونص. سيناريو المعركة، توقعاتك لقادم الأيام، وأيضا بالوقت الحالي كيف تسير الأمور؟ هل ضعفت هذه القوة؟ قلت الضربات بعد خسارة القادة؟ حزب الله كيف تسير أموره عسكريا؟ أستاذ محسن إذا تسمعني الصوت مواصل. أكو مشكلة بالصوت يم جنابك أستاذ محسن، ما يصلني الصوت. إذن رئيس رابطة الخبراء من بيروت أستاذ محسن صالح، أشكرك جزيل الشكر. على ما يبدو هناك مشكلة بالصوت. الدكتور عدنان السراج رئيس المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. والخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذه الليلة، نلتقيكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.